الظالم يفرض علينا الاخر، ملي كتكون مع القاصي هو اصلا كيفرض علينا باننا كنناقشوا اشكاليه ونحن تحت حرج، بينما ملي كتكلموا في فقه اسلامي او تكلموا بالمنظور ديالنا كنتكلموا على القاصي. حتى بالنسبه لاتفاقيه الاتفاقيه الدوليه للطفل حدت بانه الطفل هو اللي ما تجاوزش 18 سنه ما لم يكمل سن الرشد يعني قبل. فبالتالي ملي كنتحدوا باننا اصلا قاصي حنا وضعنا نفسنا اصلا في معادله فيها حرج. لكن كتكلموا بان هل يعني انه كيتبي الطفل او لا مثلا يعني القاضي على الزواج كنحدوا انطلاقا من السن او انطلاقا من مواصفات بدنيه. شيخ الحسن، ماذا يعني قاصر في الفقه الإسلامي ومتى نقول هذا طفل وهذا فتى؟ في الفقه الإسلامي القاصر هو دون سن البلوغ، بمعنى أنه دون سن البلوغ فهو طفل. فإذا بلغ في أي سن، سواء كان في 11، في 9 بالنسبة للبنات، في 13، في 14، في 15، فإنه يصبح رجلا مؤهلا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى فإن بلغوا النكاح فآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني أنه وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافهم بدارا يكبروا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا بلغ اليتيم عندك ثم امتحنته في المال فرأيت أنه مؤهل لكي يتعامل بالمال فعندئذ تدفع إليه ماله، لكن إذا لم يكن مؤهلا لذلك فتدربه إلى أن يصبح مؤهلا لذلك. هل يوجد سن معين؟ لا يوجد سن معين، لكن العلماء قالوا إذا لم يبلغ الإنسان الطفل في 13، في 14، ما هو الحد الأعلى للبلوغ؟ ابن عاشر رحمه الله حكى مذهب الإمام مالك فقال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول انظار. فذكر مشهور مذهب الإمام مالك أن الطفل إذا لم يبلغ قبل يعني في السن المعتاد فإذا وصل 18 سنة نعده بالغا. وهناك أقوال أخرى لا، السن 15 هي اللي تعد سن البلوغ إذا لم يبلغ. لكن نحن لا نتحدث هنا عن سن الرشد أو القصر أو ما إلى ذلك. أما الإنسان الذي بلغ فإنه بمجرد بلوغه يعد مؤهلا لكي تجري عليه الأحكام الشرعية، وإذا ارتكب جريمة فإنه يؤاخذ بجريمته لأنه بالغ عاقل. لا يقال لا والله هذا لا زال قاصرا في السن، لا زال دون 18 سنة إلى غير ذلك من الأمور. واضح؟ فإذا ما يقال زواج القاصرات أو زواج القصر أو ما إلى ذلك هذا تعريف جديد ليس من التعاريف الفقهية التي يرجع إليها في الفقه الإسلامي.